تطوير والقطاع الخاص في العراق، قوانين وعراقيل وفساد، فهل هو السبب الحقيقي في انتشار البطالة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصادنا الرمضاني. كما عودناكم منذ بدء الشهر الفضيل إلى غاية اليوم، سنستمر خلال الأيام المباركة بتقديم حصادنا من بغداد ونتناول مواضيع اجتماعية ولكن ذات إطار سياسي. بهاي الحلقة راح نتناول موضوع في غاية الأهمية، هو موضوع القطاع الخاص في العراق. عفوا حضراتكم مشاهدي الأحبة، القطاع الخاص عانى ما عانى من تهميش كبير مع تعاقب الحكومات منذ عام 2003، ولربما لم تنجح في وضعه على السكة الصحيحة طيلة هذه الفترة، فضلا عن غياب دور يعني دوره في أهم المراحل التي مرت بها البلاد، ما أسهم بالاعتماد الكلي على القطاع الحكومي، بحيث بات المواطن يفضل القطاع الحكومي الذي يضمن حقوقه في مرحلة ما بعد التقاعد فضلا عن الراتب الذي يقدمه، بعكس القطاع الخاص الذي لم يشكل جزءا أساسيا من بناء العراق. بحلقتنا لهذا اليوم راح نتناقش بهذا الموضوع بكل أبعاده مع ضيوف الكرام، لكن بعد أن نتابع التقرير الآتي. الكل يدري أن ظاهرة البطالة في العراق مشكلة وآفة اقتصادية واجتماعية تعطل القدرات البشرية وفرص النمو والرفاه الاقتصادي، وتسبب العجز في البنى الاقتصادية الاجتماعية للبلد، وتزداد خطورتها في العراق المحل بهذا البلد من خراب بسبب الحروب المتواصلة والحصار الاقتصادي في الثمانينات والتسعينات، وصولا لداعش اللي اجى بدعم غربي لأجل عدم التقدم للعراق، ما يستدعي عليه العمل على مواجهتها ووضع الحلول لتخفف من تأثيرها في كل مناحي الحياة، للنهوض بواقع الاقتصاد ومواكبة التطور العالمي والتكيف مع ظروف المنافسة. لذلك لا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تزايد هذه النسب عاما بعد آخر بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وهنا يفرض على الدولة مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هش ومتواضع الإمكانيات ومستنزف كالقطاع الخاص في العراق. من جانب آخر، لا تشكل بيئة الأعمال بالعراق عنصر جذاب للقطاع الخاص الأجنبي، وبنفس الوقت يعاني هذا القطاع من ضعف الدور والتباس الوظيفي وهشاشة بنية العمل واختلالها على مدى عقود طويلة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، باسمكم أرحب بضيوفي الأكارم في هذه الحلقة والجلسة الرمضانية، السيد النائب محمد الشمر عضو ائتلاف دولة القانون، حياك الله سيادة النائب، ضيفا كريما حول حضرتك، وكذلك أرحب بالأستاذ عادل عقاب رئيس اتحاد الصناعات العراقية، حياك الله أستاذ عادل، السيدة لينا الموسى والباحثة في الشأن السياسي والاجتماعي، حياكم الله سيدنا، وكذلك أرحب بالأستاذ ناصر المدني مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة، حياك الله أستاذ ناصر. ضيوف الكرام كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك إن شاء الله وتقبل الطاعات والأعمال. مشاهدي الأحبة، قبل أن نبدأ بمحاور جلستنا نطرح على حضراتكم السؤال، هو بمثابة استطلاع لآرائكم، تتفضلون بالتصويت على هذا التساؤل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعنا الرسمية لقناة الأيام، وفي آخر الحلقة قبل ختامها سنعلن نتائج هذا الاستطلاع. استطلاعنا لهذا اليوم يقول: هل تعتقد أن الحكومات المتعاقبة في العراق أعطت القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد؟ الإجابة بنعم أو لا إن شاء الله، راح نأخذ آراءكم في نهاية هذه الحلقة. نبدأ مع حضرتك سيادة النائب، القطاع الخاص كان قد خفف العبء المعيشي للفرد العراقي، بالتالي نتحدث عن الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام ولغاية اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ومشاهديكم الأعزاء. الحقيقة للأسف الشديد الحكومات المتعاقبة وأثر ظروف مر بها العراق، ابتداء بمسألة الاحتلال الأمريكي ومن قبل الحصار الأمريكي ومن ثم الاحتلال الأمريكي ومن ثم
جائحة كورونا، هذه عوارض أصابت المجتمع العراقي. الحكومات للأسف الشديد الحكومات المتعاقبة لم تولي الصناعة الاهتمام الحقيقي المطلوب، وهذه الحكومات وضعت نفسها والمجتمع في زاوية سيئة للغاية، من حيث أنها اعتمدت سياسة المدخل الواحد المدخول الواحد اللي هو النفط، وتركت باقي الجوانب، تركت الصناعة، تركت الزراعة، تركت الاستثمار، تركت السياحة، لم تركز عليها واعتمدت على ريع النفط، وهذا خلاها حقيقة يعني في زاوية لا تحسد عليها كل الحكومات. ولم تأخذ المشكلة، مشكلة ثانية أيضا مهمة، مشكلة الحكومات المتعاقبة كلما أتت أمة لعنت أختها، يعني ماكو عمل مكمل. اليوم يفترض الحكومة الفلانية أنهت مهامها، تجي الحكومة اللي بعدها تكمل المسيرة، يعتمد على أساس تخطيط، على أساس استراتيجية، والتخطيط يعني استراتيجية المفروض تكمل حتى تكون هناك نتائج ملموسة، لكن للأسف يا اللي يجي يبدأ من الصفر، وهذا خلانا في تراجع وتراجع مستمر إلى أن بلغت نسبة البطالة يعني حسب آخر ما قرأته واطلعت عليه 31%، وهي نسبة جدا عالية، يعني خطر تأشي مؤشر خطر. خلينا نحيل هذا الموضوع للأستاذ عادل. أستاذ عادل، لما تفضل سيد النائب بهذه النقاط اللي نعتبر نقاط تحول، الاحتلال الأمريكي، جائحة كورونا، حربنا مع داعش، قبلها مع القاعدة، بالتالي هذه أثقلت الوضع المعيشي العراقي. خلينا نرجع كم خطوة إلى الوراء، إبان الحصار الاقتصادي على العراق، لربما انتعشت الصناعة حتى وإن كانت يعني بطالة مقنعة، ولكن كانت هنالك مصنوعات هسه رداءتها، المواد الأولية غيرها. لكن لو قارنا إنتاجية المصانع أو الأيادي العاملة اللي اشتغلت في قطاع الصناعة قبل 2003 وما بعد 2003، ما الذي تغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ورمضان كريم على ضيوفك وعلى كل مشاهديك. كل الحكومات تستفاد من الأزمات اللي صلعتها، وتستخدم كل الأدوات اللي تستطيع أن تشغلها، وأهم أداة اليوم هي الصناعة، لأن الصناعة تدخل في كل شيء. ولذلك قبل 2003 تم توظيف هذه الأعمال ووصلت إلى درجة غطت السوق العراقي. أما اليوم إحنا نتكلم ما بعد 2003 واللي مهم، إحنا ننسى اللي سابق، إحنا نعيش يومنا. اليوم إحنا ما ننتقد الحكومة، ننتقد من يديرها. وهذه القطاع اليوم الصناعة، أنت تريد الصناعة تقاد من قبل الدولة، الحكومة العفو طبعا مو الدولة، أنا هاي مفردة الدولة ما أنطقها، أقول الحكومة لا لا، لأن الدولة هي مو الشعب والقوات الأمنية والقضاء، لا احنا نتكلم عن الحكومة واحدة من ركائز الدولة. نعم، فالحكومة اليوم، أنت اليوم ما نهضت في الأعمال الموكل عليه، تيجي تريد تنهض في قطاع صناعي أن يسد شاغر العدد الكم اللي ينزل سنويا لسوق العمل، ونجي على كل مفرداتها من التعليم اليوم احنا اللي لازم تتهيئه لسوق العمل ما متوفر عندك، بعيد كل مناهجنا بعيده عن تطلعات العمل الموجوده، ولذلك تشوف لي ابسط الايدي العامله اليوم نتكلم على وجود ايدي عامله من خارج العراق، هذا زاد البطاله. اليوم انا قدمت حضرتك، قلت يمكن القطاع الخاص ما قدم اليوم اللي قدمته الدولة الحكومة، أنا كنت أختلف وياك في هذا الرأي، لأن أنت اليوم شكو شيء بالعراق تشوفه موجود وناجح هو القطاع الخاص، أما القطاع الحكومي فما أشوف اليوم مشروع عند الدولة ناجح تقدر تقول على القطاع الخاص، بينما القطاع الخاص اليوم محارب. نتحدث عن الرغبة، رغبة الأيدي العاملة، هل هي يعني مؤمنة في القطاع الخاص باشتغالاتها؟ أم أن أصبح المواطن حتى وإن كانت له فرصة عمل بالقطاع الخاص ولكن يبحث في القطاع العام عن وظيفة تضمن له الراتب التقاعدي والحياة المستقرة نوعا ما؟ أشكرك لهذا السؤال، يمكن اليوم أكثر من 15 مليون هذا السؤال يهم بالعراق. ليش؟
اليوم احنا العراقيين صرنا أليف وباء، اللي بالدولة أليف والقطاع الخاص وخارج القطاع الحكومي هو باء. فمن اجينا للاتحاد لقينا الضمان اللي موجود، المفروض نقوم بقراءة الثانية ويطلع للعمل به حتى تكون رغبة لكل اللي باحث عن فرصة عمل يروح بالقطاع الخاص. كثير من اخواننا النواب وقفوا معانا لان لقينا هذا القانون مقدمة الحكومة بنسخة اللي تفضلت بها، قلت لك أليف وباء. أبرو اللي يشتغل بالقطاع الحكومي أليف، اللي يشتغل بالقطاع الخاص باء، وحملوا القطاع الخاص حمل ثقيل إضافة الأحمال اللي تقوم بها الدولة اليوم من رسوم وبيروقراطية وفساد إداري، المال ما نجيبه بطالي طبعا. فمن إجيت اليوم وقسمت هاي التقسيمات وتحمل القطاع الخاص، اليوم إحنا عندنا نقدر نقول أكثر من مليونين عامل منظم في القطاع الخاص. اليوم نجي للضمان نلقى 680 ألف فقط اللي هو مضمن. ليش هذا العزوف؟ هذا العزوف أول شيء بعيد عن ثقافة العامل العراقي، تجي حتى رب العمل اليوم، أنا من أجي العامل ما يدفع أنا أدفع وأتحمل في ثقل. فبلشنا إحنا بننطي فرصة لكل القطاعات أن تتهرب ونبتعد. هذا احد الاسئله اللي توجهت لنا، انا ما باخذ وقت اكثر من وقتي، بس واحد من الاسئله قالوا انتم شفناكم كرب العمل مهتمين في هذا القانون اكثر من العمال، لان احنا لا يمكن اليوم انا انجح في عملي اذا ما كان عمالي ضامنين وعندهم رغبه حقيقيه بالعمل. كان النفس اللي يشتغل باتحاد الصناعات العراقي هو نفس القطاع الخاص استاذ ناصر. هنا نتحدث عن القطاع العام، الطاقة الاستيعابية للاستفادة من هذه الأيدي العاملة، ما يمكن أن يوفر الوظيفة المناسبة. إذا تحدث الأستاذ عادل عن أليف وباء، فلربما في القطاع الحكومي نعبر حتى الياء، لأنه أكو حتى الوزارات أصبحت مفاضلة بيناتها كبيرة، يعني الوزارة الفلانية والله أنا أريد أنقل لفلان شيء، وأصبحت وزارات، وزارة الصناعة من ضمنها أصبحت من ضمن وزارات التمويل الذاتي يعني نسميها، وبالتالي تعطى سلف من وزارة المالية. ما هو مصير العامل في هذه الوزارة فضلا عن باقي الوزارات؟ رمضان كريم عليكم وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة هذا الموضوع كلش مهم، وهو القطاع الخاص وأهميته في تطور البلدان مو فقط العراق، كل العالم يتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ومن الأمور المشجعة نشوف أنه أكو صارت ثقافة خلال السنوات الأخيرة بالاهتمام بالقطاع الخاص حتى من قبل القطاع العام. والدليل أنه إحنا في وزارة الصناعة والمعادن عندما فرضت وزارة المالية أو انفرضت عليها ظروف بأنه ما تجهزنا بالسيولة أو ما زودنا بالسيولة النقدية اللازمة لتأهيل المصانع، اضطرينا إلى الروح للقطاع الخاص عن طريق المشاركة، والقانون يتيح لنا هذا الإجراء. ماكو دولة بالعالم اللي متطورة هسه من أمريكا إلى روسيا إلى اليابان إلى أوروبا ما تطورت إلا عن طريق القطاع الخاص. شوف الاتحاد السوفيتي ترك القطاع العام وراح للقطاع الخاص لأنه الطريق الوحيد، وإحنا أيضا بالعراق كذلك. مثل ما تفضلوا الأساتذة السيد النائب والسيد رئيس الاتحاد، أنه إذا صار قانون الضمان الاجتماعي اللي يهتم بالعمال يعطيهم تقاعد، راح يروح الفارق بين الموظف الحكومي والعامل أو الموظف بالقطاع الخاص، لأنه التقاعد هو المهم عند الموظف سواء قطاع عام أو خاص. سؤالك انه وزارة الصناعة والمعادن، الحقيقة هي هسه متهيئة بالسياسة الاستراتيجية والدولة الى الاتجاه انه حتى هي تصير قطاع خاص بالمستقبل، يعني مثل ما حصل قصة في كثير من القطاعات بان الحكومتين الماضية. قطاعاتنا الحكومية كلها تعبانة، مصانعنا اندثرت بالعالم، يعني لا نريد هسه مواد احتياطية لمصانعنا اللي تذكرها وتقول كان الصناعة ناجحة وكبيرة، هسه ما بيلقى مواد احتياطية لها بالعالم. العالم اجتاز هاي المرحلة مال السبعينات والثمانينات، يعني الكل يمكن ما يدري انه اخر معمل
بال 1983 اشتغل، ونسميه المعمل الجديد. هسه حاليا وزارة الصناعة سمي معمل المثنى الحديث، هو 1983 اشتغل، يعني هذا عملنا اندثر. الطريقة اللي مشينا بها بوزارة الصناعة بمساعدة كبيرة، عفوا استاذ ناصر، تحديات كبيرة حتى في جائحة كورونا كما اشار السيد النائب. على سبيل المثال لديكم مصنع الاكسجين، مصنع الاكسجين لا يعمل، وبالتالي اصبحت قنينة الاكسجين يعني لها قيمتها الاعتبارية، بالتالي اصبحنا نعتمد على معامل اهلية، معامل حتى محلية، صح ان الاكسجين مستفيد. استاذ احمد، مصانع الاكسجين ما مصممة لتزويد وزارة الصحة بالاكسجين، مصممة لخدمة الانتاج. نعم. ولكن مع ذلك احنا طورناها وحورناها وعالجنا، وانت تقدر تسأل وزارة الصحة، حوالي 50% من حاجة وزارة الصحة جهزت من قبل وزارة الصناعة، ولحد الآن احنا ما مستلمين ولا دينار واحد من وزارة الصحة، كله على عاجل في سبيل خدمة وزارة الصحة والمواطنين. فهذا الموضوع لا، بالعكس، يعني وزارة الصناعة قدمت الشيء الجيد يعني. وبالسنة الأخيرة يعني صار تطور عندنا في وزارة الصناعة. المشكلة التطور غير ملموس، لأنه احنا جوا الصفر، يعني سنة مثل ما ذكر الأستاذ أنه بدايتها بالحصار ظالم، وكانت ماكو صناعة بالتسعين، لأنه ماكو كهرباء، وكل صناعة تعتمد على الكهرباء الوطنية، كانت حتى القطاع الخاص والحكومة اثنيناتهم. والنقطة الثانية اللي جاتنا الضربات الأمريكية دمرت المصانع، يعني وكأنما متعمدين، هذا فضلا عن تسيير عجلة الصناعة نحو الانتاج الحربي، بعدها القاعدة، بعدها داعش، بعدها جائحة كورونا، ومع ذلك اكو صمود واكو شو تسميه، تقدر تقول جهاد، اكو كوادر ممتازة في وزارة الصناعة والمعادن، واكو يعني خلينا نقول وطنية موجودة، واكو حب خدمة الصناعة، ولذلك تطورنا يعني حوالي 32% في كافة الاتجاهات. ولكن اكو نقطتين، يعني كل ما نتقدم ترجعنا للوراء، مثل ما تفضل السيد النائب انه ماكو دولة مؤسسات، كل وزير يعتمد المنهاج اللي هو ياخذه، والوزير اذا عنده كتلة قوية حتى بعد ما ياخذ تعليمات حتى رئيس الوزراء، وهاي صارت معانا من قبل وزارة النفط، هاي ثالث مرة تنزل سعر النفط عن معامل السمنت وعن معامل الاسفلت، وهل معملين او صناعتين تخدم المواطن، يعني هسه تشوف المواطنين من يبنون. بالتالي هناك تساؤل استاذ ناصر، ليش ما تكون وزارة الصناعة هي وحدة من الوزارات السيادية بالعرف السياسي؟ وهذا الموضوع ارجع لحضرتك به، ولكن رأي ستلينا وجهة الحاب حضرتك، استمعت لوجهة نظر برلمانية والقطاع الخاص والقطاع العام، بالتالي اليوم الشاب هل لديه هذه الخيارات لما يحصل على الشهادة او يكسب المهارة الفنية من اعدادية فنية او معهد فني، وبالتالي راح يتخير انه والله انا اشتغل بالقطاع الخاص او بالقطاع العام، عنده هاي الاريحيه يظل يختار انه باي مكان يوجد نفسه؟ بالبدايه رمضان كريم عليكم وعلى الضيوف الاعزاء اللي ويانا. استاذ احمد، الشاب هسه يتخرج من الجامعه، هو مو ذنبه انه ما تلقى تعليم مناسب، التعليم اللي يطلبه حاليا من القطاع الخاص. لنحكي بصراحه بمهنيه من دون ما نجامل، الاقسام العلميه اللي عندنا بالجامعات ما توفر للطالب مو فرصة عمل بالقطاع الخاص، حتى بالحكومي، يعني الدنيا تطورت حاليا، اعتذر اكو يعني اقسام بعد ما لها لازمة، ما محتاج اني كل سنة يتخرجوا لي 300 طالب وطالبة من عدة، وين اوديهم؟ يعني عدم موائمة التعليم ويا سوق العمل هاي كارثة. هسه حتى القطاع الخاص من دول يطلب، شنو قاعد يطلب؟ يطلب اما خدمات، واحنا نحكي نقول ليش اكو عماله اجنبيه بالعراق؟ ليش ما اكو يعني عراقيين مستعدين لهاي الاعمال؟ ما عندنا المعاهد المهنيه منسيه للابد، يتخرج الشاب يريد قبل كرسي وميز، يريد يصير موظف،
ما بالك القطاع الخاص يطلب امور تخص التكنولوجيا، تخص هاي اللي احنا نسميه سوفت سكيلز. هاي قام الشاب هو يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، والا الجامعات هي تنطيها. يعني التعليم هو اهم ركن اذا احنا نريد نصلح القطاع الخاص او نطوره او ندعمه، لازم نوفر له يد عامله مهيئه له. اذا انا شو انا اطور قطاع خاص بس كل ما انا اطوره مين راح يشتغل بيه؟ شو راح يشتغلون؟ هم حيقعدون على مكتب ينتظرون الراتب نهايه الشهر، ينتظرون تقاعد بعد 30 سنه؟ يعني انا اريد احكي على قطاع خاص اقول مين راح يشتغل بيه؟ يعني هنا الاشكال هل هي بمخرجات وزاره التعليم العالي تماماً. وزاره التربيه؟ تماما. يعني مخطئ من يظن انه التعليم يعني منقطع عن القطاع الخاص او الحياه الاقتصاديه بشكل عام. احنا ما بنحكي حاليا بالتسعينات او بالثمانينات، كان عندنا وفره بالنفط وعندنا يعني الشاب اول ما يتخرج كان حتى اعداد المتعلمين قليله، الناس قليله، فقلنا اول ما يتخرج يلقى فرصه عمل جاهزه له. وصلنا مرحله اللي يترك الوظيفه تقطع منه البطاقه التموينيه، اصلا كان يهدد انه ما يترك الوظيفه لانه اكو وراء كانت بطاله مقنعه وان كانت الرواتب لا تسد يعني دولار او دولارين بسعرنا اليوم. استاذ احمد خل اقول لك شيء، حاليا الشباب دول يفكرون بدوا يعني عندهم هذا الوعي انه القطاع الحكومي غير كافي لتامين عيشه كريمه. يعني اذا انا اريد احسب راتب بالقطاع الخاص او على الاقل اكو شيء اسمه طلع الاونلاين بزنس، الشباب والبنات قاموا هم يعني يبتكرون بمبادره فرديه عملهم الخاص. احنا حاليا المركز البياند نكتب ورقه بحثيه حول هذا الموضوع، بالاخص حول النساء البنات الشابات اللي خلقن لنفسهم وظائف يعني فرصة عمل هي داخل بيتها. هذا ما ننساها، احنا على الاقل وجدنا رصدنا يعني 3000 بنية او شابة يعني خلقت لنفسها وظيفة بدون تدخل الحكومة، فالامر تطور. بعد هو الشاب اصلا ما عاد يريد الوظيفة الحكومية، قطاعا ما عاد يكفي للمعيشة. طيب احنا ايضا نتواصل بحصادنا الرمضاني مشاهدي الاحبة، عندنا بلغة الارقام الزميل عباس رشيد يقدم لنا هذا المقطع من انفوجرافيك ومن ثم نتمم جلستنا الرمضانية. تعتبر مشكلة البطالة واحدة من أهم التحديات التي تمر بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة في العراق، وعلى إثر ذلك لابد من إيجاد طريقة تضمن التصدي لمشكلتي البطالة والتشغيل، كونهما مشكلتان مترابطتان خصوصا مع وجود كم كبير من المشاريع المتوقفة. وللتخفيف من حدة هذه الظاهرة لابد من إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره وحضوره في الساحة الاقتصادية عبر تنسيق الجهود بين كل الأطراف المعنية. فالتقديرات بما يخص الاستثمارات في القطاعات الخاص تشير إلى إمكانية مضاعفة هذه الأرقام إلى 5 أضعاف. فيعد القطاع الخاص اليوم محورا أساسيا في عملية التنمية المستدامة نظرا لما يتمتع به من دور ريادي في مجالات الاقتصاد والاجتماع، لا سيما بعد تفاقم مشكلات الدولة وتراجعها عن تنمية مبادئ التنمية وتحقيق أهدافها. إلا أنه يواجه تحديات عديدة أبرزها التحدي الاجتماعي والمتعلق بتدهور رأس المال الاجتماعي، والتحدي السياسي والمرتبط بالأنظمة السياسية والحوكمة، والتحدي الاقتصادي والمرتبط بسياسة النظام الاقتصادي وهشاشته. وأمام محدودية عدد الفرص التي يوفرها القطاع الخاص وعدم قدرته على توفير كافة احتياجات الأيدي العاملة، توجب تلك المعطيات على الحكومة إزالة القيود المباشرة وغير المباشرة ودعم القطاع الخاص، لأن دعمه يحول العراق إلى ممر تجاري كبير. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد ترحاب بضيوفي الكرام الأستاذ محمد الشمري. لما نتحدث عن طبيعة العمل في القطاع الخاص أو في القطاع العام، وبالتالي أيضا يسحبنا الكلام إلى الوفرة المالية اللي يحققها كل نوع عمل والمجهود اللي يبذله العامل أو الموظف، بالتالي هل أصبحت يعني الوظيفة تعطي وفرة مالية أو تحقق وفرة مالية للموظف بدون ما يبذل المجهود؟ عكس هذا الموضوع، هل هو موجود في القطاع الخاص؟ حتى نفهم أنه كيف يفكر الشاب العراقي بإيجاد الوظيفة. أستاذ عيني، القضية بالنسبة للموظف الحكومي، واقع الحكومة العراقية، واقع الوضع العراقي ترهل
الترهل في الوظائف بشكل مفرط. هذا الترهل لا تستطيع أن تصفه بأن الموظف يبذل جهود فائقة واستثنائية، بالعكس، وإنما القضية مثل ما قلت لك تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى وضع آليات معينة. هذا الموضوع أنت جنابك الآن إحنا نناقش مسألة البطالة، لكن فقه هو مرتبط بالسياسة الاقتصادية للبلد، مرتبط بالأمن الغذائي للبلد. هذا إذا يعني وجدت الحكومة إلى حلول واقعية جذرية راح تمشي القطاع الحكومي وتمشي القطاع الخاص. القطاع الحكومي وظائف ودرجات معينة، وحتى احنا كنا في السابق أيام دراستنا وتخرجنا من الجامعات بالثمانينات كان أكو هناك جهاز التعيين المركزي تابع لوزارة التخطيط، رجعت هاي منظومة هسه. المشكلة النتيجة لحد المشكلة الحقيقية أنه كان هناك أعداد طبيعية تتخرج من الجامعات تستوعبها الدوائر الحكومية بالحذف والاستحداث. اليوم جامعاتنا ما شاء الله كل وجبة تتخرج كل سنة إذا أكو حذف واستحداث خلينا نقول 100 شخص برحالة على التقاعد أو أسباب صحية، قبالته أكو 1000 شخص تخرج يريد هذه الفرصة. طيب فهنا هذا بالتالي هذا الحكومة مجبرة المجتمعي، وهذا لهم الشباب. نعم. سواء الكليات الأهلية أو الحكومية. نعم. ماكو فرق، بالتالي هو شاب عراقي ويريد عنده طموح، يريد يتعين، يريد يكسب. ما على الحكومة أن تجد له فرص عمل، لكن بغير طريقة التوظيف، بغير طريقة التوظيف. يعني اليوم هسه إذا الحكومة مدت الإخوان وزارة الصناعة وتوجهت توجه أن تفتح مصانع واطئة الكلفة، راح أضرب مثل يمكن الأساتذة هم اختصاص، لو فرضا استقطع من واردات النفط السنوية 1,000,000,000 دينار أنشئ بها 1,000 مصنع واطئ الكلفة، بحيث مثلا مصنع في كربلاء لإنشاء دبس التمر لأنه تشتهر كربلاء، معمل في ديالة لقضايا إنتاج الحمضيات. هذا لو كل معمل وظف 50 عامل بما يعادل 50 عائلة بالسنة، شقد راح يطلع عندنا من 1,000 في 50,000 فرصة. هذا الشيء ممتاز، هذه كخطوة. يعني يجب أن تتحرك الصناعة، يجب أن تتحرك الزراعة، يجب أن يتحرك الإعمار، يجب أن يتحرك الاستثمار والسياحة وخاصة السياحة الدينية. ترى السياحة يعني أنبوب نفط، وهذه كلها حقيقة تسهم إسهام كبير في تخفيف الكاهل عن الحكومة والمواطن، ليس فقط المواطن، الحكومة أيضا، لأنه الحكومة مطالبة بتعيينات. التعيينات يعني إجهادها بميزانية تشغيلية عالية، فتخلص نفسها وتخلص المواطن، بس يحتاج تحرك الحكومة بهذا الاتجاه. طيب الحكومة عاد تحرك تجاه القطاع الخاص صار عادل، بالتالي نشوف انه ولدت فرص عمل او دعمت. هسه حد الموجود الشيء الواقعي اكو بعض السلف للمشاريع الصغيرة، بالتالي هذه السلف يعني اذا مصرف زراعي فجبت لقطعة قاع راح ازرع لكم اياها وتالي اخذت السلفة ورحت، اذا مشروع مو هي ايضا مرات احنا لا نلوم فقط رأس الهرم، مرات القاعدة ايضا بها خلل بطريقة التكيف والفساد ما تحدثت عنه، لكنه هو نخر بكل القواعد. احنا هي هذا الموضوع بشقين، الشق الاول اللي هو يتحمل الحكومة والشق الثاني يتحمل القطاع الخاص. صراحة القطاع الحكومي تحكي اليوم كل الدعم، لان دولة اليوم تملك كل شيء من الأرض والطاقة والمال، كل شيء بيد الحكومة مو بيد القطاع الخاص صراحة. والقطاع الخاص والشراكة مع القطاع الحكومي هو حبر على ورق، ولذلك تجد كل القوانين اللي تصدر القطاع الخاص وأصل القطاع الخاص حتى ما مشترك في ورش العمل وتناقش. إضافة لهذا نحن اليوم النادي أن تكون يعني القرارات الحكومة تجيكم جاهزة ويأخذ رأي اتحاد الصناعة، لا مو بس جاهزة، غرفة تجارة بغداد مو بس جاهزة، مو بس جاهزة، تجي شغلات بالتليفون. يعني تصور معاون مدير عام يتصل بالتليفون إيقاف دخول المواد الأولية، توقف المواد الأولية، يصدر قرار من رئيس الدائرة
على أن تدخل البضائع تروح تراجع يقول لك لا خلي يجي كتاب رسمي، التليفون يوقف والكتاب رسمي وصار شهر البضائع بالحدود وتصور أنت. اثنين، قرار هذا آخر قرار 72 اللي هو يسمح لدخول البضائع المنتجة في كل الدول منتج كامل ويمنع دخول المواد الأولية، يعني المعفية من الجمارك البضائع الكاملة والمواد الأولية اللي تدخل تشغيل. نحن اليوم يعني مو فقط المواد المستورده الاوليه، اكو مرات هسه من طين العراق يسوون طابوق ولكن يوميا صاعدين سعر الغاز وطالعين هالمعامل الطابوق يتظاهرون، وكل معمل ايش قد مشغل من ايدي عامله. احنا استاذ عزيز اذا ندخل بهذا الموضوع ما راح الحلقه مالتنا كلها يجوز، والمفروض كان حلقه على جزء واحد نتناوله على الاقل يسمع اكو امور عند الناس ما تعرفها. يعني احنا اليوم كشغلنا صار اتحاد صناعات، قلت لك انا شقين راح هسه راح يخلص بعد الشق الاول. شغلنا اليوم احنا جاي نصد ضربات الحكومه ضد القطاع الخاص وليس باستقبال مساعدات من الحكومه. احنا اليوم الحكومه لم تذهب الى القطاع الخاص، احنا ذهبنا برجلنا للحكومه ولكن لم نجد، فقط نتكلم في صوت عالي وزاره الصناعه الان مع اتحاد الصناعات في اكو تنسيق على المستوى، اكو توأمه بالعمل، اكو اذن صاغيه، الباب لا ننتظر استعلامات مع الوزير مع مدراء العامين، لا بل ياتون الى اتحاد الصناعات. اليوم احنا نكون هم الايجابيه نحكيها، انا اليوم الوحيد اليوم اللي انا مو خارج بغداد، يوميا افطر في محافظه، يعني البارحه انا طالع ورا الدوام لين نوصل وراجع، يعني يكون المحافظ كل رؤساء الدوائر يحضرهم نناقش ملف ملف، نبقى طيب. أربع ساعات خمس ساعات نجد حلول، لو حلول ولكن نجد رئيس الوحدة الإدارية اللي هو رئيس وزراء في محافظة يتكلم عن معاناة أكثر مما يتكلم معاناتنا معاناته مع المركز أكثر بما الصلاحيات. أنا أرض موجودة بالموصل، موجودة أهل الموصل يعرفون شلون يوظفونها وراح يشتغل أبن الموصل طيب. يجي لبغداد موظف في غرفة يمكن تدخل له خمس أبواب لا توصل له، يوقف مدينة صناعية متكاملة. يعني هذه سياسة صد الصدمات موجودة فقط أستاذ ناصر في القطاع الخاص، لو بالقطاع العام نستذكر أنه في جرة قلم آلاف إذا لم يكن العدد أكبر وحيلوا إلى التقاعد بتعديل قانون التقاعد، بالتالي صار تعويض عنهم مثل ما أشار السيد محمد الشمري. المشكلة واحدة اللي يعاني منها القطاع الخاص والعام، والقطاع العام بشغلة واحدة أفضل من القطاع الخاص، إنه الرواتب معظم الرواتب مال الشركات تمويل ذاتي ولكن من وزارة المالية، إنه الموظف مأمن يعني على راتبه، ولكن المشاكل اللي يعاني بها القطاع الخاص واللي ذكرها الأخ رئيس الاتحاد، يعني مثل ما ذكر اكو تعاون كبير الان بين الاتحاد ووزارة الصناعة، وهو الرجل عضو بهيئة الرأي في وزارة الصناعة، فشفنا انه يعني لابد من تعاون لمصلحة الطرفين يعني، وهذا ما صار بصناعة السمنت. يعني صناعة السمنت بال 2015 ما كنتاج ولا طن سمنت بالعراق مع وجود معامل حديثة قطاع خاص وقديمة للدولة، كلها مستوردة كانت لعدم وجود حماية. الحقيقة تحركنا مساعدة أيضا اتحاد صناعات والناس أعضاء مجلس النواب في وقتها، ورحنا لرئيس الوزراء أعطينا تعهد ثلاث فقرات مقابل منعون الاستيراد، تعهد أنه منتجنا يكفي العراق، نوعية أفضل من المستورد، السعر يبقى شرطة علينا أن يكون مهما كان السبب ما يزيد عن 90,000 دينار للطن المكيس الواحد. التزمنا بهذه الثلاثة، هم التزموا الحكومة المركزية بسعر النفط الأسود، هذا طلبناه، ومنع الاستيراد أنه 90 دينار لكل لتر، هذا كان موحد قطاع خاص وعام. الوزراء طبعا هذا قرار مجلس الوزراء، ويسمعني الاستاذ عضو مجلس النواب استاذ محمد، يعني انه قرار مجلس الوزراء، يعني شوف شلون الحكومه الحاليه انه حتى قرار مجلس الوزراء ما يحترموه. وزير النفط ثلاث مرات
زيد السعر من 100 دينار هسه الى 350. عندي رقم يعني اذا يسمعوا الاخوان يقولوا المفروض تسد كل المعامل، لانه كلفه بس النفط نعم. اعلى من سعر الاستيراد بيع السمنت. فماذا نعمل يعني؟ شلون راح نطور صناعتنا بهيج قرارات مزاجيه لا يقابلنا لا يسمعنا حتى الاتحاد ما يقابله؟ وين نروح يعني؟ رئيس مجلس وزراء يمكن اكو 10 كتب راحت له بتوقيع السيد الوزير عن الجمعيه وعن الاتحاد، راحت له كتب عديده. وشوف هسه الصناعه والصناعيين يعني عليهم تقب قبوه قويه، لانه هسه اكو امل. احنا امامنا حلين، لو نزيد السعر على المواطن ويضرر المواطن، واكو حمله بناء المفروض للمواطن ينسدها. فاملنا بمجلس النواب يعني يسوي لنا حل مع وزاره النفط الحقيقه، لانه لازم يضغطون عليها، لانه دكتاتوريه لا يمكن ان تقارن بعدة دكتاتوريه اخرى. ما يقابلون اي بشر، لا وكيل وزير، حتى وزارتنا ما يقابلوها يعني. ولذلك يعني احنا النادي من هذا منبركم، النادي رئيس مجلس الوزراء، دوله رئيس الوزراء، النادي الاخوه بمجلس النواب، سيد حاكم الزامل اللي قابلناه ووعدنا خير، ولكن لحد الان لا صار لقاء ولا صار تحرك ولا تريث، بل زيدوا السعر. ما دام انه الحكومه تسكت ربما في الحكومه الجواب اذا ما سكتون نزيد من جديد. من جديد بعد. اكو جواب الدوله هذه ايضا المسؤوليه تلقى على مجلس النواب واعضاء مجلس النواب في الحكومه المقبله اللي راح تنتج عن المجلس، ربما يتم مراقبه هذا الموضوع بشكل جيد. يعني بالمناسبه استاذ احمد، بس هالفقره انت ذكرت انه لازم نتعاون مع القطاع الخاص في زياده تشغيل الناس. الحقيقه عندنا مديريه التنميه الصناعيه بهذا وهيئه المدن الصناعيه، هذه تشكيله جديده، وللرجل استاذ عادل دور بهذا بالتعاون معها بالحصول على قطع اراضي بالمحافظات. ومثل ما ذكرت بعض المحافظات هم ما ينطون ارض حتى نسوي لهم مدينه صناعيه، هسه افتتحت واليوم وزع السيد الوزير ورئيس الاتحاد قطع اراضي على اهل الناصريه، وراح تشغل حوالي 20,000 مواطن من اهل الناصريه. اول مدينه صناعيه بالعراق اليوم. هاي تبشر بخير. توقيع عقودها وتسليمها اليوم. بالنسبه لنا هو بما انه كان تصريح حصري لقناه الايام مع برنامج الحصاد. اليوم نتمنى انه نشهد تطور هذا الموضوع، ولكن ستين اليوم ايضا نرجع للعامل العراقي، الشاب العراقي، ما دام انه هنالك هذه الانتقائية والمزاجية السياسية خلينا نسميها، فضلا عن المزاجية الحكومية، ولما نعمل بنظام دولة المؤسسات غير ما نعمل بنظام العملية السياسية، كل وزارة هي قائمة بذاتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء بمنظومة متكاملة. هنا الشاب ما راح يكون عرضة لهذه التناقضات، بالتالي أيضا في سوق العمل لما يتاح أو تتاح الفرصة للعمالة الأجنبية ولا تتاح للعامل العراقي، طبيعة الوظيفة لربما لا يشتغلها العامل العراقي، الأجر اللي يتقاضاه لربما 200-300 دولار ما يقتنع بها، بينما العمالة تؤدي أكثر وبسعر أقل. طيب هذه كلها تناقضات، يعني شلون نفهم الشاب العراقي أنه أنت يحتاج لك تنمية بالإضافة إلى الشهادة؟ الشهادة مطلوب أنه تعززها بمهارة حتى تستطيع الدخول إلى سوق العمل. يعني على هذا الكلام اللي سمعناه، هذا الابتزاز المستمر، المزاجية بالقرارات، أنا مهما أحكي أقول الشاب لازم يطور نفسه، لازم يحسن من السوفت سكيلز اللي عنده، ما راح تفيد إذا إحنا ماشيين على مؤسسات ماشية على مزاج المسؤولين والقرار متشتت، كل واحد هو صانع قرار بنفسه، ماكو فد مركزية للقرارات اللي تنتج. فأني ما حتى لو سويت تنمية للشباب، حتى لو غيرت طريقة التعليم الموجودة، فتحت أماكن ممكن تنطي تعليم أكثر جودة يعني بعد الجامعة، ممكن إذا المؤسسات ماشية بهذا الشكل بحياتنا ما راح نشوف نتيجة. طيب. يعني أنا أؤمن يعني أنه مركزية القرار، صح يمكن هذا الشيء يتناقض ويا طبيعة النظام الديمقراطي اللي عندنا، لكن مهما تكون أكو ديمقراطية بالمشاركة بالترشح بالانتخاب، لازم أكو مركزية بالأمور اللي تخص الاستثمار والأمور الخدمية. يعني ما معقولة أني أنطي صلاحية لكل وزير أو لكل مدير عام أو لكل نائب للمدير العام، هو اللي اتخذ القرار مثل ما قال الأستاذ، فالشخص من المديرية هو اللي يوقف دخول شحنة. احنا ما صاير، لازم اكو
مزقة اللي هو رئيس الوزراء هو وحده اللي يصدر هاي القرارات. ما من حق لا وزير ولا مدير عام انه يوقف امور مرتبطه بحياه المواطن مباشره. ستينا حتى لو كان الموضوع على يعني مستوى التندر، يعني واحد وحده من شاباتنا وبناتنا انه لما نقولها ليش اختاريتي هذا القسم بالكليه دون هذا القسم او هذا الاختصاص دون هذا الاختصاص، تقول والله لانه المكان التظاهر بعد ما اتخرج شويه في وشويه افضل. نشوف انه الشباب متظاهرين امام وزاره النفط امام وزاره الكهرباء، بالتالي هاي حركة الموظفين لما أوجدوا حلول بأنه يحال قسم لسن التقاعد أو قبل لو سن التقاعد وحيل العديد أو آلاف الموظفين، بالتالي ما كلت هذه المنظومة ما أجوا بعدهم والله خلينا نأسس مجلس الخدمة الاتحادي، أسس مجلس الخدمة، جيبونا سي في آي، جيبونا السيرة الذاتية. أكو فد شيء تناقض إحنا ما منتبهي له. الأشخاص اللي يتظاهرون هم أشخاص متفوقين مجال دراستهم، يعني اللي بدأ مظاهرات تشهون منه؟ من اللي بداها؟ حملت شهادات عليا، مين كان السبب بزيادة غضب الناس؟ وزير التعليم ذاك الوقت لا ينكر. فاللي يتظاهرون هم مو أشخاص ما عندهم يعني مؤهلات، هم أشخاص متفوقين بمجالهم. هو هذا الشخص يعلم جيدا أنه النظام السياسي ينطي أولوية على أساس المحابات والمجاملة مو على أساس الكفاءة. يعني هو دا يقول أنه فرصتي دا يأخذها شخص ما يستحق، فلهذا يطلع يتظاهر. دا يتظاهر مو شخص كسول أو شخص متخرج من جامعته بتقدير متوسط أو جيد حتى، لا، دا يتخرجون أوائل بجامعاتهم. ما كانت إذا الأول ما دايق وظيفة من هاي الوظائف المحدودة، لا عاد مين بده ياخذها إذن؟ يعني هذا الكلام بصراحة أنه بحاجة إلى إسهاب أكثر بعض ضيوف الكرام. أنه زميل علي حبيب أعد لنا تقرير حول ما بدت الحكومات المتعاقبة في العراق بإعطاء القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد، لأن خبراء اقتصاديين شافوا أن إفساح المجال للقطاع الخاص قد يصطدم بأجندات سياسية. خلينا نشوف تقرير الزميل علي حبيب اللي أعد لنا إياه، ومن ثم نكمل الجزء الأخير من جلستنا الرمضانية. نشأت الصناعة العراقية منذ خمسينيات القرن الماضي معتمدة في كل تفصيلاتها على الدعم الحكومي، لذا فإن 4 قرون من العمل الاشتراكي واستمرار انفراد الدولة في الاقتصاد أسست لعقلية لا تستقبل القطاع الخاص، وهذا ما أعاق التحول الاقتصادي في العراق بعد 2003. أجيال من العاطلين عن العمل لم تجد دعواتهم لإحياء الصناعة المحلية وتفعيل الأدوار الخاصة أي طريق لها، فما يواجهه هذا القطاع من عقبات كبيرة حالت دون نموه، وساهمت الحكومات المتعاقبة بقصد أو من دون قصد في ترسيخ تلك المفاهيم التي أثرت في عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، فضلا عن الاستراتيجيات الحكومية التي يقول عنها صناعيون غير محكمة، إذ إنها فتحت الباب على مصراعيه لاستيراد كل ما يمكن استيراده لتغزو البضائع المستوردة الأسواق المحلية وبأسعار أجهضت كل محاولات إنعاش الصناعة المحلية. وبلغة الأرقام فإن أكثر من 14,000 مصنعا متكامل للقطاع الخاص مركونا خارج خطة العمل، ما يعني أن ناقوس الخطر دقة وتجاوزت دقاته كل الخطوط الحمر. وأمام هذه التحديات لابد من ولادة مقررات وقوانين تعيد بث النفس في القطاع الخاص لأخذ مساحته الكافية ولو بعد حين. فعقبان مرة من تحول سوق العراق من العمل الاشتراكي إلى السوق المفتوحة، تحول لم يلقى أرضا معبدة ليحقق النجاح المرجو. المؤشرات على الأرض تشي بجملة عراقيل يتحدث عنها العاملون في هذا القطاع وبكل تشكيلاته، ولذا فإن استمرار الوضع كما هو عليه الآن يعني أن البلاد متجهة صوب انهيار اقتصادي لا يبقي ولا يذر. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في الجزء الآخر من جلستنا الرمضانية. بالجزء السابق تحدثنا عن القطاع الخاص والقطاع العام، وتماهى السادة الأستاذ عادل والأستاذ ناصر في مشكلة موحدة هي عدم وجود المزاجية السياسية، وحددوا نقطة لربما في الصناعات، يعني ما استيراد المواد الأولية، والنقطة الثانية
رفع سعر النفط الخام أو النفط الأسود لتشغيل هذه المعامل، معامل الطابوق أو غيرها من هذه المعامل واستخدامها في هذه الصناعات. نستغل أو نستثمر شو تحبون نسميه، ولا خلينا نستغل ما دام السيد النائب موجود، بمعنى الاستغلال. ناخذ الأوليات اللي محضرين لها أستاذ ناصر ونعطيها للسيد النائب حتى تكون، بما أنه حكومة تصريف أعمال، شكرا جزيلا أستاذ ناصر، بما أنه حكومة تصريف أعمال والحكومة المقبلة إن شاء الله عليها المعول، مثل ما رسمت المرجعية العليا وقالت أنه إحنا نريد حكومة، الانتخابات بكرة تجينا حكومة راح نحاسبها، ما رد تطلع لنا الفساد الأولاني ولكن خلي تحدنا من الفساد. فهذه بأيدي أمينة أستاذ محمد الشمري، وهذه الأوليات على رفع سعر النفط الأسود وتشغيل هذه الصناعات أمانة من القطاع الخاص والعام إن شاء الله في أيديكم، سأقابل السيد رئيس البرلمان ونواب رئيس البرلمان وأخذه للكتلة لغرض التحرك نحو السيد وزير النفط والاستفهام منه عن هذا الموضوع من خلال استضافة أو بطريقة عن طريق مجلس النواب. من ناحية إعلامية ظل إحنا في متابعة إعلامية ويا جنابك والأساتذة الكرام، وإن كان شكل الحكومة بعد لا زال في الأروقة السياسية ولكن نعول كثيرا على أتمام هذا الملف إن شاء الله. قضية البطالة في العراق والفساد اللي ينخر جسد الدولة العراقية، بالتالي هل توجد نسبة مئوية يعني عرضت أو أحصاها البرلمان، ما دام أنه مراكز دراسات أيضا حاضرة 60 مثل أنه مركز دراسات معتمد، هذه النسب نسب البطالة والفساد اللي أثر عليها وشلون ممكن نوظفها أيضا في ملفات تعرض أمام البرلمان وترسم لنا منهاج للحكومة المقبلة؟ الحقيقة بالنسبة لموضوع البطالة أعتقد أن النسبة اللي من خلال قراءات الآن بلغت 31% في المجتمع العراقي ككل. المطلوب الآن أن تبدي الحكومة ببرنامج حكومي لمحاربة البطالة. مثل ما قلت لك يعني راح يصير إعادة في الكلام، يجب أن تتوجه الحكومة نحو الصناعة، الزراعة، الاستثمار، السياحة، تفتح مجالات أخرى لغرض تقليل نسبة البطالة في العراق. بالإضافة قلت لك إلى موضوع مهم جدا، موضوع ثاني عدالة توزيع الثروات، هذا أيضا إلى أثر في البطالة. الثروات راح يودينا للمناطقية، راح يودينا للمناطقية وراح يودينا إلى مشاكل سياسية أخرى. لا لكن يعني هذا موضوع العدالة لا تجزئ. نعم، ولذلك أقول عدالة توزيع الثروات يجب أن يكون بعد محافظته يجي يشتغل في بغداد رغم شحة فرص العمل. ليش أخوك بعد سؤال أقصى من هذا؟ يعني ليش البصرة أم النفط وأم الخيرات وهي السلة الحقيقية للعراق، السلة الغذائية للعراق، لكن تعيش مستويات متدنية من الفقر؟ يعني أكو سوء في توزيع الثروات. طيب، لو قمنا بتوزيعها بعدالة تغيرت الأمور. طيب، فهذه كلها مجريات تصب في محاربة البطالة إذا سلكتها الحكومة. وأنا يعني أعول على دور وزارة التخطيط. وزارة التخطيط هي المخطط الحقيقي ذات نظرة استراتيجية بعيدة للانتقال والتحول والقضاء على البطالة تدريجيا. هذا يعني من ضمن واجباتها، من ضمن مهامها. هو المهام يعني ربما واضحة في البرنامج الحكومي أستاذ عادل، ولكن ما يهمنا بهذا الموضوع هو مدى التطبيق، ولا القرارات والسياسات لا تختلف من حكومة إلى أخرى ولكن تطبيقها، هذه الانتقائية بالتطبيق. اليوم لما يكون هنالك حراك من اتحاد الصناعات العراقية وفي جميع المحافظات وهذا العمل الدؤوب، إيش قد من الممكن أن راح يساهم بحل هذه المشكلة؟ احنا اليوم قلت لك مساعك عندنا شقين، هسه انت دخلتنا بموضوع ثاني. الموضوع اليوم احنا عندنا طلع سابق عندنا نطرح ايدك قدامك، احنا نريد الحكومة ان ترفع ايدها عنا فقط، بطلنا من كل الدعم
من القرارات، من المساعدة، من لقاءاتهم، شيل يديكم عنا، تركونا. احنا اليوم نحس ارواحنا، احنا رجال دولة، واحنا اليوم همنا شعبنا وشبابنا بالشارع مسؤوليتنا. اقول لك اليوم اكو اذان، احنا اليوم الخطوه الثانيه المساعده قلت لك عليها الواجب القطاع الخاص، احنا اليوم القطاع الخاص شكلنا لوبي على ان احنا نلتقي في كل الطيف العراقي وشلون نحرك الاقتصاد العراقي بعيد عن الدوله. مشينا باتجاهات، واليوم سلمنا قائمه لوزير الصناعه قبل اسبوع بالصادرات العراقيه اللي تفاجئ كل المسؤولين بالعراق. اليوم بلشنا صادرات، تدخلنا اليوم في نفس باللغة اللي يفتهموها هم على الأقل نشتغل وياهم، لأن يعني بعد الدولة ما تجي إلنا وتصير هي الأم وتسمعنا وتدللنا، لا بطلنا، إحنا دنروح ونقدم لهم المساعدة وندللهم على أن نشيل جزء من الهم اللي إحنا نعرف. إحنا اليوم تماس مع أهلنا وناسنا، تماس أنا اليوم من صاحب مؤسسة بعيد عن الاتحاد الصناعي ويتصل بي أحد الأهل، كلهم ولدنا ما يشتغلون منه والشغل يدور فرصة عمل على واحد. أنا اليوم جاي أجبر القطاع الخاص، أنا شغلة أقول لك جاي شغل وجاي يلبون إلي يكون يشوفون أنا اليوم مدافع عنهم حقيقي. اليوم أنا وزارة التربية كان عندي لقاء مع معالي وزير التربية قبل أسبوع 10 أيام تقريبا، وسابق عن وزير العمل قلت له يابا الدولة خل تملك بس لا تدير، إحنا خل ندير، جربوا درتوا سنين أنتم خلونا ندير إحنا. فكان رجال متعاون، دخلنا على التغذية المدرسية، الشركات العراقية راح تقدم. اليوم اجى الكتاب من معالي وزير التربيه وافق ان تكون احدى مدارس الصناعه اللي ببغداد احنا نتحمل المعدات مالتها والمناهج مالتها ونسوقها لسوق العمل عن طريقنا. شوفوا هل ننجح له؟ مهمه هذه، هل ننجح له؟ لا. كذلك اخذنا احنا في تجربه اخرى صار عادي، خليني اقاطعك بالخير وقاطعتك اليوم، تجربه اخرى استاذ ناصر من خلال تغطياتنا الاعلاميه انه نشوف وزراء عرب، هسه ما نضرب وزراء اجانب، يجون للعراق وزير صناعة جايب كل الصناعيين من القطاع الخاص وياه ويرمهم على الجانب الحكومي ويقول هذا فريقنا، وزير تجارة وجايب كل التجار اللي لدولته ويبدي يعرضهم ويلا سوي بروتوكولات عمل مع هذا مع ذاك. عندنا هاي الحالة، من الممكن أن يطلع وزير الصناعة وزير التجارة وأي وزير آخر ويأخذ الصناعيين والتجار وياه ويروح يفتح لهم آفاق مع الدول الأخرى مباشرة؟ أستاذ أحمد قبل لا أجيب على هذا الاستفسار أحب أن أذكر نقطة مهمة جدا، بس تطبق كما كانت في السنوات السابقة وهي قانون الموازنة، يعني قانون مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني المشكلة حتى التعليمات هسه أفناها مثل ما قال السيد رئيس الاتحاد يقول خلنا نعتمد على نفسنا لأنه يائس من الدولة حقيقة من الحكومة. يعني حماية المنتج، لو ترجع حماية المنتج، قاطعك، احنا سوينا عزة فاتحة للصناعة، تقينا الشهادة والقرآن ناخذ عزة ما ادري الحكومة تدري ربا ماتت هسه الصناعة هم ماتت. المشكلة ان شاء الله ما تموت، لا يعني اكو ناس يعني عندها ضمير وعندها وطنية تركض ورا الصناعة. فحماية المنتج بس تطبق، انتاجنا هسه احنا 50% من المتاح مو من التصميمي، من المتاح، انه ما نقدر ننتج ونخلي بالمخازن لانه حتى فلوس ما عندنا. وزاره الصناعه حاليا تطلب الوزارات اكثر من 850 مليار دينار، بس الكهرباء نطلبهم 300 مليار دينار، ومع ذلك نشتغل نقول حتى لا نبقى قاعدين. بس وصلت بعض الشركات انه ما عندها فلوس حتى تشتري مواد اوليه من الخارج او حتى من الداخل. احنا المشكلة نعاني من كل الضربات من كل الجهات وما عندنا هجوم قوي بس دفاع. المشكلة انه لو يرجع حماية المنتج الوطني اللي هو موجود بالموازنة وهو قانون وما يطبق، من شوية ترتخي الدولة وعن محاسبة ديوان الرقابة، عن النزاهة، عن محاسبة اللي يخالفون القوانين والتعليمات، تضيع بعد اسبوع اسبوعين. طيب. تمترك هذه الضواغط، ضواغط سياسيه بدون ما شخصتوها حضراتكم. نعم. اعرج على السؤال. نعم. بسرعه انه دقيقه حتى توصل لنا كل الوفود اللي جتنا وفود هدفها تجاري وليس صناعي من كل الدول، ولذلك لحد الان ما صار اي معاهده بين يعني حقيقيه تنفيذيه. نعم. بين الدول وبيننا. احنا يعني السيد وزير الصناعه اخذ
وفود للسعودية للعمان للبنان الخاص صناعيين من القطاع الخاص. بالمقابل القطاع الخاص ما أدري الأستاذ عادل يجاوب، يمكن كان أكو كان بس الحضور على مستوى حكومي حضور. طيب إذا كانت هي مشكلة شخصت بأنها مشكلة سياسية، ستلينا في دقيقة إذا سمحتي الحل، ما دام مشكلة سياسية الحل أيضا راح يكون سياسي لمسألة البطالة طبعا، لأن بنشوف أكو القطاع الخاص وزارة الصناعة مدى يحاولون يتطورون، لا دي يحاولون على الأقل يحافظون على الوضع اللي هم به، يعني دي يدافعون حتى بس الوضع ما يتغير صدمات يعني. نعم الحل يكمن يا أستاذي العزيز وأساتذتي أنه من تكون أكو مركزية أعيدها بالقرار، ماكو هذه المزاجية اللي تريد أنانية بمنح المشاريع. يعني إحنا نعرف القطاع الخاص نصه معتمد على العقود الحكومية اللي تطلع، فالقطاع الخاص يأخذها وهو ينفذها. من أني أقعد أنتقي من الذي سينفذ العقد وما أنت فرصة للأشخاص الجديدين حتى أكتشف رجال أعمال جديدين شركات جديدة، ما عاد أتعامل بأنانية، وهاي الأنانية تندرج يعني تحت التعب الفساد. الفساد من ينحل؟ ينحل بمركزية بالقرار تمنع الأشخاص من يعني منح مزاجيتهم هي حرية القرار والتحكم بالقطاع الخاص ووزارة الصناعة. نرجع إلى ما بدأنا به حلقتنا من سؤال استطلاعي لحضراتكم مشاهدي الأحبة، لما سألناكم هل تعتقد أن الحكومات المتعاقبة في العراق أعطت القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد، 40% قالوا نعم، 45% ما شافوا هذا الموضوع صحيح، و 15% تحفظوا على الإجابة. السيد نائب محمد الشمري عضو تلاف دورة القانون، شكرا جزيلا لحضرتك، ومع التأكيد على هذه الأمانة اللي حملناك في برنامج حصاد الأيام، وأشكر الجزيل لجنابك سيد عادل عقاب رئيس اتحاد صناعة العراقية نورتنا وأثريت الحوار، السيد لين الموسى والباحث في الشأن السياسي والاجتماعي شكرا جزيلا لهذه الإقراءات، والأستاذ ناصر المدني مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة شكرا جزيلا لحضرتك، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد ببركة الله تعالى، في أمان الله.